صعب على حساب مولوديت بجاي في مباراة جاءت قوية في أغلب فتراتها. الشوط الأول حمل العديد من الفرص، وكان أول تهديد على مرمى الضيوف تسديد عمران القوية التي صدها ببراعة الحارس عيساني، فيما الحظ كان إلى جانب الحارس الصحراوي في هذه التسديدة القوية من أكرور على العارضة. تدخلات حارس بجاية كانت موفقة في كل مرة لإبعاد الكرات الصعبة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. بداية المرحلة الثانية كانت منعرج اللقاء لما طرد الحاكم لاعب بجاية العرفي بعد تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية. التفوق العددي استغله عناصر مولودية باتنا وتحصلوا على ركلة جزاء نفذها بنجاح حجيش. آخر فرصة لبجاية لتعديل النتيجة ضيعها هنيدر وفوت على فريقه العودة بنقطة التعادل. خروج هذا اثر على الزملاء، والله كانوا عندنا دي زوكازيون كنا غادرين ماركيو، مي الله غالب جاونا دي زوكازيون ما استغليناهمش. وش نقول لك، نخلفوها ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله. الفوز طبعا فرحان به كثير، ونهني يعني اخواننا تاع بجايه، عندهم فريق منظم قوي ويلعب بفعاليه كبيره. كان عندنا كنا نستناو في الشيء هذا، احنا لعبنا يعني كيف نجمو نتحكموا فيهم، لعبنا بالحراسه المشدده، حامل الكره، مستقبلي الكره، هزيناهم ولينا صلحنا، لان كانوا هما قويين في اللعب الهوائي، كي لعبنا في الارض نجمنا ان نديروا عليهم الخطر.